غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها. روجي مش قادر افهمك خالص، بتعملي الاومليت احلى من اللي بعمله 100 مره، بعد مش فاهم بتحطي ايه في الزياده. ما هو زي ما هو، انا بس بدخل المطبخ وانا صافيه من جوايا واطبخ لك بحب علشان طاقتنا بتبان في الاكل. اوكي، ده معناه ان الطاقه ما شاء الله في السماء. يا طه مش انت بقى عملت اللي في دماغك؟ استردتني بقى من نفس العكسي. ماشي يا طه ماشي. تعرفه احنا محتاجين اجازه، ناخد وقت مستقطع من الجري في الحياه ونروح بقى حتت جديده، اوروبا، فار ايست، ايه رايك؟ حلوه؟ اوكي، بس على شرط هنستنى لما نعلن المؤسسه وندشن الموقع. ايه درس قدامنا كتير. يا سلام. لا يا بيبي، احنا لما نعمل كده ان شاء الله المكافاه هتبقى على قد التعب. نوجي مش عارف تفتكري فعلا لما نعملها يعني حياه الناس ممكن تتحسن؟ يعني الناس فعلا ممكن تصدق ان العلاقات فيها امل دايما مهما كانت صعبه، بشرط ان احنا نشتغل عليها، ولا هنبقى بنحرق في بحر وبنبيع الوهم للناس؟ بص يا طه، انا مش هقدر ارد عليك رد قاطع، بس اللي انا متاكده منه ان احنا بنعمل شغلنا علشان في ناس كتيره مساكين محتاجه اللي يوعيهم يفهمهم يطبطب عليهم، ده دورنا احنا كبروفيشنالز. لو ما عملناش ده في اي حد تاني هيعمله. صباح كده دايما بتقول لي كده. صحيح البنت دي مخلصه جدا جدا، بس راحت بقى. راحت فين؟ هتكمل كورس التنميه البشريه بتاعها وتبقى لايف كوتش وتنافسني في السوق. يا سلام، هي دي سنه الحياه، نكبرهم علشان ياخدوا مكاننا، نزرعهم علشان يقلعونا، بس ربنا يوفقهم. بس ما حدش بياخد مكان حد في الحياه، دائما مكان يتسع لكل الناس. ايه ده؟ في ايه؟ لا ده الكلمتين دول يتبني عليهم نظريه كامله ويتحطوا في كتاب جديد. كل مكان. لا 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 لا، عشان خاطري بلاش نظريات جديده وكتب جديده دلوقتي، خلص نظريه وكتاب رؤوف حمدي وبعدين اعمل اللي انت عايزه. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.